ايده المنافع اللي فيها. شوفوا سبحان الله. اذا كنتمنى تجربوها ان شاء الله. هانتم. السلام عليكم ورحمه الله، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم يوميات بدون جلوتين سانغليتا. واش كتعرفوا هاد الحبوب؟ الناس السيلياكيين وبزاف الناس كيف كيعرفوها. نشوف اش واضحه معكم. قلت لكم شحال مره غندير معكم. ها هي، شوفوا سبحان الله، انا كنجيني بحال العين. نقرب لكم الكاميرا. عندها بزاف الاسماء، هي البسيليوم او السيليوم بالفرنسي بالاوروبيه، او بالعربيه الفصحى سميتها بذور القاطونه، او عندها بزاف الاسماء اخرى. قلبوا في الانترنت راكم غتلقاو بزاف. كاين لسان الحمل كمبون حتى هي كيقولوها لها، وعندها بعض الاسماء اخرى، ولكن بذور القاطونه معروفه بهم او البسيليوم. نشوف واش واضح مزيان. هانتوما شوف كيفاش دايره، سبحان الله. عاد غادي نهضروا على المنافع ديالها. شفتوا كتجينا بحال العوينات ما شاء الله. اما الفوائد ديالها راها بزاف، لا تعد ولا تحصى، بالنسبه للجهاز الهضمي، بالنسبه للجلد، الحب الشباب، الامتصاص. فيها ما شاء الله واحد الكميه كثيره ديال الفيتامينات والالياف والمعادن. الثمن ديالها كان غالي بزاف الاعوام الاولى، دابا شويه بدات كترخص، ولكن للاسف الله يسمح لبعض البائعين انهم كيغتنموا الفرصه، ماشي كيغتنموا الفرصه، ما عرفتش كيفاش غنقولها، كيشوفوا الناس باغينها السيلياكيين. وهذا مع تشهرات الاعوام الاخيره، ما كانتش معروفه في المغرب. الاخيره تعرفات وزادوا في الاثمنه ديالها، اذا تسوقوا. هذه جبتها معايا من المغرب تبارك الله، شحال وانا كنقلب عليها، بزاف ما عرفوهاش، ولكن الاعوام الاخيره ولات معروفه. كما قلت لكم انا كنشريها، اول مره شريتها حبوب كنشريها هكا. كاين الفرق ما بيناتهم؟ ماشي كاين الفرق، كاين الاشكال، كاين هاد الحمراء وكاين البيضاء، كاين القشور وكاين داكشي لداخل. هي راه فيها بزاف الالياف كما قلت لكم، مزيانه للمصارن، مزيانه الامساك، الهضم، القولون. وحنايا السيلياكيين اكثريه راه حنا معروفه عندنا. قلت لكم شحال مره غندير لكم، وعدتكم غندير لكم عليها، غندير لكم عليها الفيديو، وسبحان الله اليوم كتاب غندير لكم عليها فيديو ان شاء الله، غادي نطحنها معكم. كتجينا زوينه في الخبز من غير الماء، من غير الفيتامينات اللي فيها. كتساعدنا على الليونه ديال الخبز. المخبوزات بصفه عامه كيجيونا رطبين، هي كتكون لنا واحد الماده لزجه بحال بذور الكتان، او سميتو واش غنقول لكم، هذاك الاحمر مشات ليا، حب رشاد. كيكون فيها واحد الماده لزجه، وهذيك الماده سمحوا لي، هذيك الماده هي اللي كتعاوننا بحال الجلوتين كديروا لينا في المخبوزات في العجينه، كتماسك. الى الناس اللي ما عندهمش، او الله يحسن العون، او كاين اللي ما كيقدرش على سميتو شنقول لكم، على الدقيق مصنع، اذا كيدير هذا، وكيدير غير الذره والروز الان، وكيتكون عنده، كيدير واحد الخبز اللي زوين. شفتوا هادو قشور ديالها، انا غنوريكم، غادي نطحنها معكم باش ماشي تقولوا غادي نرميوها ولا. واخا انا اول مره انا غنطحنها، قلت لكم كنشريها دائما غير بحال هكا. كاين بزاف الانواع، هادي بيو، كاينه في البرت هين، كاينه في بزاف المحلات، الناس ديول هنايا ديول المغرب، عند مال الناس اللي كيبيعوا المواد الغذائيه بدون جلوتين، عند ناس كيبيعوا البيو. كنهضر لكم على اللي مطحونه، اللي ما مطحوناش راك غتاخذوه مع العطاره، غتكون عند العطاره، عند بزاف الناس اللي كيبيعوا الحبوب.
تقدروا تلقاوها حتى في الرحبه ديال الزرع، راني مشاركه معكم الرحبه ديال الزرع فيديوهات. الزنتان كان المهم دابا توجدتوا بحالها تقريبا بحال المفعول عندكم. حبوب القطونه، البسيليم او الزنتان او سم الغوار، هادو كاملين محسنات ديال الخبز. راني مشاركه معكم محسنات الخبز اللي تقدروا تستعملوهم. المهم كنهضروا حنا دابا على هاد ثلاثه الانواع، وزريعة الكتان حتى هي دايره لكم فيديو ديال محسنات الخبز بوحدهم. اللي بغى يحسن من الجوده ديال الخبز راني ذاكراهم لكم، نقدر نخلي لكم فيديو في التعليق ان شاء الله. المهم دابا غندوزو، اللي بغى يقلب ويعرف تفاصيل ديالها يدخل لجوجل ويشوف ويقرا جميع المعلومات عليها. انا غنطحن معكم واحد شويه. الناس اللي ما عندهمش بحال هذه الطاحونه العجيبه الغريبه اللي مشاركه معكم، هذه انا يلا طحنت فيها دابا إيلان، طحنت إيلان اللي ما عندوش هذه، اذا راه يقدر يطحن بشويه بشويه هنايا. اذا انا غنطحن معكم هنا وهنا باش تشوفوا الفرق وتراهم جوجهم ممكن، حيت ما خصناش نطحنوا حنا بزاف، واخا يبقى فيها شويه ديال، واخا يبقاو فيها زعما ماشي مطحونه بحال الدقيق راه ماشي مشكل. وغادي ندير معكم تجارب اخرى، غادي ندير البريز وغادي نطحنها ونرجعو من بعد باش ما يجيكم الصداع. هانتوما ها هي اللي طحنت هنايا، انا مبغيتش نكثر ليها، واخا بحال هكا ماشي مشكل. انا غندير معكم دابا واحد التجربه، انا عجبوني هكا يبقاو فيها هاد بحال النخاله ديالها. كاين اللي كيغرب لها وكيستعمل كل حاجه بوحدها، ولكن لا، من الاحسن غنخليهم بجوج هكا. ما درتش ليها بزاف، يمكن ما كملتش واحد. و هادي وهنايا هادي ها هي حتى هي، نوريكم القفاله. شوفوا تطحن مزيان، هذا اللي بقى في القفاله هو هذا. ولكن غادي ناخذ دابا واحد شويه بسم الله باش نوريكم واحد معلقه، وخا دابا ما غاداش نعجن ولكن غير باش ندير معكم هاد التجربه. انا خديت واحد شويه ودرته هنايا، ها انتم باقي انا كنحرك، ها هي بدات كتقال سبحان الله، راه كثرت حتى انا. شوفوا شي شحال درت، ها انت غادا وكتقال في نفس اللحظه. اذا هذا هو اللي كيكون لنا هذاك بحال الجلوتين اللي تصالح لنا، كتخلي العجينه تجي متماسكه وتجي رطبه، وزائد الفوائد والمنافع اللي فيها. شوفوا سبحان الله، اذا كنتمنى تجربوها ان شاء الله. ها انتما كتخلطوها شويه وكديروها في العجينه ديالكم، ما شاء الله غدا شي كيفاش ولات بحال الكولا. اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنا با كنقول غادي نديرو معكم، مع بزاف كيسولوني اشنا هي القطونه، اشنا هي البسيليم، اشنا هما المحسنات. اذا هانا دابا شاركتهم معكم، اذا كاينين هادو، كاينه هادي، ندير هكا باش ندير واحد الصوره. اذا كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم وتكونوا استفدتوا منه، وإلا ما كنتوش استعملوها غتنفعكم صحيا، وماشي غير صحيا، في الصحة، وغادي تلقاو حتى الفرق في المذاق وفي سبحان الله. إذا كان هذا هو الفيديو، مازال فيديوهات أخرين إن شاء الله. إذا شاركت معكم محسنات الخبز، ولكن هذا على القطونة بوحدها خصيصا.
اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال اعجابكم وتكونوا استفدتوا منه، والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله. عطى الله الفيديوهات غادي نشارك معكم ان شاء الله، ولا نخلي لكم في صندوق التعليق، صندوق الوصف او في التعليق الفيديو ديال محسنات الخبز، او قلبوا عليهم من راسكم في القناة. نخليكم بخير على خير، والسلام عليكم ورحمة الله. ولا تنسونا من خالص الدعاء، وكنتمنى تشوفوا الوصفات الاخرين وتشوفوا عطى الله الوصفات، فلوقات، نصائح، معلومات، الناس اللي كيبيعوا المواد بدون غلوتين وكيرسلوا لجميع المدن والقرى، وتبارك الله عندهم منتوجات كثيرة، المعلومات وفيديوهات على الطحونة. الناس اللي هنايا مرحبا بهم، راهم عندي اللي هنا اللي قرابين حدايا في بلجيكا هولندا، صيفتها حتى لفرنسا كنظن وصيفتها لهولندا. شنو تاني؟ بزاف الوصفات كما قلت لكم، معلومات، نصائح، فلوجات، وجاي مازال الخير ان شاء الله. اذا شجعونا بتعليقكم وتشاركوا القناه مع الاهل والاصدقاء، ودعيوا معنا وشجعونا لنستمر. الى مازال ما مشاركش في القناه، شاركوا فيها فضلا وليس امرا، والسلام عليكم.